في الفيديو اللي فات عملت لكم ترشيحات لأقوى موبايلات موجودة في 2021 من فئة سعر 1000 جنيه ل 3000 جنيه، وعايز أقول لكم إن الفيديو ما شاء الله ما شاء الله يعني وصل لرقم كويس جدا وجايب عدد لايكس ممتاز وكان عليه دعم كبير جدا. حابب أشكركم على دعم الفيديو ده. الفيديو بقى بتاع المرة دي هو الجزء الثاني من الفيديو الأولاني اللي حضرتك لو لسه ما شفتوش هسيبه لك هنا في الآية فوق. هتكلم معاكم عن أفضل موبايلات وأقوى موبايلات في 2021 من أول فئة سعر 3000 جنيه وأنت طالع بقى للفئات الاعلى من كده. ففي الاول انت تنزل تخبط لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفني ما تنساش اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعايزين الفيديو ده يكسر الدنيا زي الفيديو بتاع المره اللي فاتت، فاللايك يا صاحبي كده على طول وكمل معايا بقى الفيديو لاخره لان المواجهه المره دي والتحدي هنا شرس. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة امك ريفيوز، فيديو جديد على طول كده لاقوى موبايلات 2021 من اول فئة سعر 3000 جنيه. وخلينا على طول من غير كلام ورغي كتير نبدأ مع اول فئة سعرية اللي هي فئة 3000 ل 4000 جنيه، وركز معايا كده صاحبي لان الفئة دي بقى فيها ترشيحات كتير جدا وفيها موبايلات ممتازة وكل موبايل فرق عن التاني 200-300 جنيه. اول موبايل معانا في الفئة دي هو ريدمي نوت 9S. الموبايل دلوقتي رخص وبقى سعره حوالي 3200-3300 جنيه، ممكن تجيبه اقل من كده كمان، ولكن بقى انت هتاخد مع الموبايل ده اقوى تجربة في الفئة السعرية دي فعليا، وخلينا اقول لك ليه. مبدئيا هتاخد شاشة كويسة جدا IPS LCD 6.5 انش فول اتش دي بلس، ويعتبر ما تطمعش في اكتر من كده لان كل الموبايلات اللي في الفئه دي شاشتها اي بي اس، قليل قوي لما بتلاقي موبايلات بشاشات اموليد ولكن بيبقى فيه تنازلات اكتر من كده في الاداء وفي الحاجات التانية. ثانيا انت معاك تصميم كويس جدا من الازاز وفريم بلاستيكي، وبصراحه ماسكه الموبايل في الايد كده فخمه كده وتحس انك ماسك حاجه غاليه مش حاجه رخيصه تماما. اما بالنسبه لثالث حاجه هتبهرك في الموبايل ده بقى فهو الاداء. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 720 جي، معالج 8 نانومتر ممتاز جدا وموفر في البطاريه بشكل كبير، وهيديك اداء كويس جدا سواء كان في الاداء اليومي او سواء كان في الالعاب. بس في نقطه حابب اقولها لك، سوفت وير شاومي في الفترات الاخيره مش مستقر بشكل كبير وفي تقطعات في الفريمات كده بتحصل من حين لاخر، ولكن شاومي بتوعد ان هم يطوروا الواجهه بتاعتهم ويحسنوها بشكل كبير، ولكن لحد الان للامانه احب اقول لك ان الموبايل بتحصل فيه تقطعات في الفريمات من حين لاخر. ولكن لو انت ما بتفكرش في الكلام ده ويهمك تجربه العاب ممتازه جدا فمش هتلاقي افضل من الموبايل ده يقدم لك تجربه العاب. نسيب بقى كل ده ونتكلم عن رابع ميزة مهمة في الموبايل ده وهي الكاميرا، وخصوصا بقى لو هندمجها مع برنامج جوجل كاميرا. عايز اقول لك ان كاميرا النوت 9S مع استخدام الجوجل كاميرا ادائها خرافي بمعنى الكلمة سواء كان الصبح او بالليل، ولكن لو هتستخدمها مع ابلكيشن الكاميرا نفسه الموجود في الموبايل تعتبر كويسة الى حد ما وهتديك اداء ممتاز سواء كان الصبح او بالليل مع وضع النايت مود، زائد كمان انك عندك كاميرا الالترا وايد انجل مفيش اي مشاكل. اما بالنسبة للكاميرتين الاخر بقى فهي كاميرا للعزل وكاميرا الماكرو مش عايز اتكلم عنهم كتير. المهم ان الموبايل بحيث التصوير بتاع البورتريه، بحيث تصوير الفيديو، بحيث تصويرك بالزاويه العاديه او بالزاويه الواسعه الصبح او بالليل بيقدم اداء كويس جدا. المميزات مكمله معاك في نقطه البطاريه والشحن لانك هنا معاك بطاريه ممتازه جدا وبتكمل معاك اليوم بدون اي مشاكل. هنا البطاريه 5020 ملي امبير ومعاك شاحن سريع تايب سي 18 واط. الحاجات اللي ممكن تخليك ما تفكرش في النوت 9S في الفئه السعريه دي وتفكر في اي موبايل تاني هم حاجتين: لو انت بتدور على شاشه اموليد وما عندكش مشكله انك تتنازل عن الاداء، ولو انت شخص ما بتحبش براند شاومي وما بتحبش الواجهه بتاعتهم وشايف ان الواجهه بتاعتهم تقيله. اما غير كده فالموبايل ده يعتبر افضل موبايل بلا منازع في الفئه السعريه دي، ما تفكرش غير فيه. ده كده بالنسبه لاول موبايل معانا فئه سعر 3000 جنيه، 3200 جنيه هتجيب النوت 9S مرتاح جدا. تعال بقى نزود شويه كده ونوصل لحد فئه ال 3500 جنيه، وهنا بقى الاختيار بصراحة محير جدا 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 لانك عندك موبايلين، الموبايلين فعلا اقوى من بعض، مش عارف افضل انهي موبايل فيهم لان بصراحة الموبايلين بيدوك كل حاجة. اول موبايل منهم هو ريدمي نوت 9 برو اللي هو النسخة الاعلى شوية من النوت 9S، ولكن هو اعلى في الكاميرات الخلفية، هتاخد كاميرات افضل وكمان هتاخد شاحن 33 واط، شاحن ممتاز جدا هشحلك الموبايل من 0 ل 100% في حوالي ساعة بالظبط. ده كده بالنسبة للنوت 9 برو عامة اللي هو اول ترشيح بالنسبة. اما بالنسبه للترشيح الثاني اللي دلوقتي وفي الوقت اللي انا بتكلم فيه ده يعتبر صفقه ممتازه جدا وبيعادل النوت 9 برو، ريلمي 6، موبايل ممتاز جدا جدا جدا. خد بالك يا صاحبي 90 هرتز، واجهه مستقره، زائد اداء جبار بيقدمه المعالج الميديا تك الهيليو
جي 90 تي المعالج الممتاز جدا اللي جربته. فبالنسبه لنقطه الالعاب ما تشيلش هم، زائد انك معاك بطاريه كويسه جدا ولكن هتادي اداء اقل شويه من النوت 9 برو، ده طبعا لان 90 هرتز بياخد من البطاريه بشكل كبير. ولكن برضو ما تنساش ان ريلمي حاطه لك الشاحن الفوك ال 30 واط الممتاز جدا اللي بيشحن برضو الموبايل في حوالي ساعه الا 10 دقائق كمان. لو انت بتدور على موبايل وبتركز على الكاميرات بشكل كبير وبتركز على تصميم ازاز وبتدور على استغلال حوافل الشاشه افضل، فهنا هتروح للريدمي نوت 9 برو. اما بقى لو انت من عشاق ال 90 هرتز وعايز شاشه متطوره، عايز اداء مستقر الى حد كبير، عايز اداء قوي ممتاز جدا في الالعاب، عايز كمان الشاحن الممتاز جدا بتاع اوبو او ريلم عامه اللي هو شاحن الفوك، فهتروح للريلم 6. فعندك الاختيارين دول سواء جبت ده او جبت ده، بصراحه الموبايلين ممتازين جدا وبينافسوا بعض بشكل كبير. الفئه بتاعه 3000 ونص ونطلع لفئه سعر ال 4000 جنيه، وهنا مفيش غير موبايل واحد بيتربع على عرش الفئه دي وهو بوكو اكس 3. وتعالى اقول لك بقى ليه الموبايل ده يستاهل فعلا افضل موبايل في الفئه دي، وما تفكرش غير فيه. ولو انت عايز موبايل بيديك كل حاجه وما عندكش مشكله تزود ال 500 جنيه الفرق، فتسيبك خالص من نوت 9 برو وريلمي 6 وتطلع على طول على البوكو اكس 3، لان هقول لك دلوقتي ليه. اولا انت معاك شاشه اي بي اس 6.7 انش 120 هرتز ريفرش ريت، وده تعتبر حاجه كويسه جدا، زائد انك معاك اداء خرافي جدا مع المعالج السناب دراجون 732 جي، ومعاك كمان 6 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكره داخليه، وده تعتبر حاجه كويسه جدا، زائد انك معاك الشاحن السريع الموجود في النوت 9 برو 33 واط، وكمان معاك بطاريه عملاقه 5120 ملي امبير، وكمان معاك سماعات ستيريو، ومعاك تقنيه ال NFC اللي هي المفروض دلوقتي بيدعموها في المستقبل انك تدفع كل حاجه من خلال موبايلك. البوكو اكس 3 مفيش اي تنازل فيه تماما، حتى السوفت وير والتقطعات اللي بتحصل في الفريمات من شاومي مش هتلاحظها بشكل كبير في البوكو اكس 3. العيب الوحيد اللي يخليك ما تفكرش في البوكو اكس 3 ان الكاميرا الاماميه ضعيفه الى حد ما، ولكن مع استخدام برنامج الجوجل كاميرا النقطه دي هتتحل بالنسبه لك. طيب نسيب بقى فئه 3 ل 4000 جنيه دي، اتكلمنا فيها كتير وقلت خمس موبايلات. ولو انت مش بتحب ريلمي ولا بتحب شاومي وشايف ان كل ترشيحات هنا ريلمي وشاومي، فدي افضل موبايلات، ما اقدرش اقول لك غير كده. ولكن بقى لو انت قريب وميال لشركه زي سامسونج مثلا، عايز تغير شاومي وريلمي، فعندك الام 31 هتاخد اداء الى حد ما كويس، وهتاخد شاشه اموليد، هي دي اللي بتميزه عن كل الموبايلات الموجوده هنا. نخش بقى على فئه الوحوش، فئه سعر ال 4500 جنيه بالظبط، وهنا بقى برضو عندك موبايلين، الموبايلين دول ما بيهزروش. عندك اول حاجه البوكو اكس 3 نسخه 6 جيجا رام 128 جيجا ذاكره داخليه، ومش هتكلم عنه كتير لان اتكلمت عنه في النسخه الاقل من كده. اما بالنسبه لتاني موبايل بقى فهو ريلمي 7. هنا مع ريلمي 7 انت تاخد اداء كويس جدا مع الهيليو جي 95 تي اللي هو التحديث اللي بيفرق شويه عن المعالج الموجود في ريلمي 6، وهتاخد 8 جيجا بايت رام 128 جيجا ذاكره داخليه. يعني بالنسبه للاداء اليومي وادائك بالنسبه للالعاب ما تفكرش فيهم تماما، لان شركه ريلمي واجهتها مستقرة جدا جدا جدا. معاك شاشة اي بي اس 6.5 90 هرتز، اقل من اللي موجودة في البوكو اكس 3، لان البوكو اكس 3 هنا جاي بشاشة 120 هرتز. ولكن ما تنساش برضو ان ريلم 7 فيه حاجة انت لو شخص بتفكر في الشاحن السريع هتروح لها، وان ريلم 6 بيجي بشاحن 65 واط بيشحن من صفر ل 100% في 38 دقيقة. موبايل متكامل بيقدم لك كل حاجة بنسب، هتروح للبوكو اكس 3. أما لو أنت بتهمك أداء الجيمنج وعايز شاحن سريع جدا خرافي، أقوى شحن سريع في الفئة دي، فما قدامكش هنا غير ريلمي 7، هو أفضل موبايل بيديك تجربة ألعاب وبيديك شاحن خرافي جدا. فقدامك الاختيارات وشوف أنت عايز إيه وإيه اللي أنت بتفكر فيه بالظبط في الموبايل بتاعك اللي هيكون موبايلك الرئيسي، وعلى طول روح هات الموبايل. أنا قلت لك الاختلافات اللي ما بينهم وأنت اللي تقدر تقرر. نسيب بقى الفئة دي ونطلع فئات ال 5000 جنيه. وفي الفئه السعريه دي عشان ما اكونش ظالم للموبايلات بشكل كبير، فانت عندك اختيارين وفي اختيار ثالث كده فرعي لو انت مش حابب الاختيارين دول. اول موبايل فيهم اللي هو ال 200 تي لايت بتاع شاومي، شاشه 120 هرتز اي بي اس، معاك معالج 5 جي سناب دراجون 750 جي، بيديك اداء ممتاز في الاداء اليومي والالعاب، ده زائد كمان انك معاك كاميرات خلفيه ممتازه وكاميرا اماميه الى حد ما مقبوله، وهتبقى احسن بفرق ملحوظ لو استخدمت برنامج الجوجل كاميرا. ال 200 تي لايت افضل موبايل بيديك تجربه كاميرات مع برنامج الجوجل الكاميرا. اما بالنسبه للموبايلين التانيين بقى، المنافسه محسومه لاول موبايل فيهم هقوله وهو ريلمي 7 برو.
60 مفيش مشكله، انت اساسا ما بتفكرش في الريفريش ريت، انت عايز شاشه من الاخر الوان وكونتراست ولون اسود اسود، عايز شاشه ممتازه جدا، عايز ستيريو سبيكر، عايز اداء كويس جدا، سناب دراجون 720 جي معاك كمان 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا ذاكره داخليه، كاميرات ممتازه جدا وبتقدم اداء ممتاز بشكل كبير. هو اكتر موبايل فون بصراحه قريب ومحبب ليا، لان بصراحه ما فكرش في الميت انتي لايت، لان لو عايز اجيب البوكو اكس 3 ومش مهم خالص ال5 جي. انت بقى مش حابب ريلمي ولا حابب شاومي، فما قدامكش هنا غير اختيار وحيد وهو الرينو 4 من اوبو. بصراحة انا ما برشحش الموبايل ده بشكل كبير، وشايف ان ريلمي 7 برو بيديك اداء افضل وبيديك قيمة اكتر مقابل السعر، ولكن ده حاجة في الاخر ترجع لك. انا بالنسبة لي فئة سعر من 5-6000 جنيه، يا اما ميت ان تي لايت، يا اما ريلمي 7 برو، يا اما الاوبو رينو 4. وانا بصراحة عن نفسي شخصيا افضل ريلمي 7 برو هو الاختيار الاول بالنسبة لي. خلصنا بقى بداية فئة ال 5000 اللي هي 5300 5400 5500، نطلع بقى اللي هو من 5800 ل 6000 جنيه. مفيش غير موبايل وحيد وحيد مع نفسه تقريبا في الفئه دي، وهو السامسونج جالاكسي M51. هنا بقى انت بتاخد شاشه اموليد 60 هرتز، تاخد اداء كويس جدا وممتاز سواء كان في الاداء اليومي او في الالعاب مع السناب دراجون 730 جي، بتاخد كمان بطاريه خرافيه 7000 ملي امبير، وبتاخد تجربه متكامله الى حد كبير، مفيش حاجه ناقصاك، كاميرات ممتازه، كل حاجه هنا ممتازه ما عدا حاجه واحده بس، خامات الموبايل من البولي كربونات، ولكن ارض واقل خامات بولي كربونات ممكن تمسكها في حياتك، تحس ان الموبايل ملخلع من بعضه كده. المهم بولي كربونات رخيصه جدا جدا جدا. اما لو انت شخص بتحب البيلد كواليتي بتاعت الموبايل، عايز موبايل خاماته ممتازه بيقدم لك اداء ممتاز، عايز موبايل بيقدم لك حاجه مش ناقصه وخامات ما تقلقش منها مع الوقت، فسيبك خالص من الام 51 وزود شويه واطلع بقى لفئه سعر 6000 جنيه، وهنا هتلاقي موبايل ممتاز جدا من سامسونج، وما زلت برشحه لحد الان وهفضل ارشحه، وهو الاي 71. موبايل خطير وخرافي جدا جدا جدا، وفي بدايه فئه سعر 6000 جنيه، يعني هتزود حاجه بسيطه ما بينه وما بين الام 51 عشان تجيبه، وهنا هتاخد بيلد كواليتي احسن شويه، وهتاخد كمان تجربه كاميرات افضل مع الاحتفاظ بالاداء ومع الاحتفاظ بالشاشه ومع الاحتفاظ بكل حاجه، ولكن هتتنازل بس عن البطاريه، هتاخد بطاريه اقل شويه 4500 ملي امبير مكان البطاريه 7000 ملي امبير الموجوده في الام 51. فسيبني بقى ارتب لك الموبايلات كده سريعا. لو بتفكر في 3200 جنيه ريدمي نوت 9 اس، 3500 ريدمي نوت 9 برو، وريلمي 6 الاختيار قوي ما بينهم، كل حاجه على حسب احتياجاتك، دور وشوف انت احتياجاتك ايه واختار واحد من الاثنين دول. تطلع لفئه ال 4000 جنيه بوكو اكس 3، 4500 عندك اختيارين ريلمي 7 وبوكو اكس 3 النسخه الاعلى. سعر ال 5000 جنيه في ثلاث موبايلات زي ما قلت لك، ولكن بالنسبه لنا هرتبهم كالتالي: ريلمي 7 برو، ميت ان تي لايت، وفي الاخر رينو 4. اما بالنسبه لفئه سعر ال 5800 جنيه وانت طالع لحد 6000 فهو الام 51، وبعد كده لو انت مش عاجبك البيلد كواليتي وعايز تخش لفئه سعر 6000 جنيه وتزود شويه وتجيب حاجه محترمه من سامسونج فهتجيب الاي 71. دي كل الموبايلات الموجوده معانا في افضل موبايلات 2021 من فئه سعر 3000 جنيه. وطبعا بقى صاحبي لو انت عايز اعلى من كده بقى الفئات اللي بعد كده، يا ريت تسيب لي تحت الفيديو ده في كومنت انك عايز الفئات الاعلى من كده. وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.